السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نحن الآن بمقر تنفيذ مشروع الأضاحي التي تبع لمؤسسة منبر التوحيد بسوكابومي إندونيسيا. فنريد أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع المتبرعين لهذا المشروع. نسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خيرا وأن يكتب أجركم وأن يجعل هذا كله في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور. في هذا العام 1438 للهجرة، نفذت مؤسسة منبر التوحيد وهي في بداية نشأتها مشاريع متنوعة في مجال الدعوة والإنسانية. فمن ضمن تلك المشاريع هو مشروع توزيع الأضاحي من المحسنين جزاهم الله خيرا إلى إخوانهم من المسلمين في 33 موقعا حول مقر المؤسسة في محافظة سوكابومي منطقة جاوة الغربية إندونيسيا. وبفضل الله تعالى بلغ عدد الأضحية لهذا العام 200 من الأغنام التي يتم توزيعها إلى 4645 مستفيدا في قرى ومواقع مختلفة حول مقر المؤسسة، منها قرى فقيرة نائية يعتمد أغلب سكانها في معاشهم على محاصيل زراعية وأعمال شاقة، ويحتاج الوصول إلى هذه القرى إلى ساعات طويلة مع مرور طرق صعبة، ولكن لم يكن كل ذلك مانعا لنوصل إليهم الإحسان ولنرى في وجوههم فرحا عندما تصل إليهم هذه الأضاحي. Terima kasih kepada Yayasan Mimbar At-Tauhid atas pemberian kambing kurban. Saya terima kasih pemberian kurbannya dari Yayasan Mimbar At-Tauhid. ولم تنسى المؤسسة مبادئها السامية، وهي أن تعمل جاهدة في نشر الدعوة إلى الله تعالى عبر جميع وسائل ممكنة. فمن خلال هذا المشروع الإنساني رتبت المؤسسة أنشطة دعوية تتمثل في المسابقة عن الثقافة الإسلامية والقرآن لترغيب المجتمع رجالا كانوا ونساء في تعلم دينهم وتحسين تلاوة كتاب ربهم خصوصا. ولله الحمد والشكر، رحب المجتمع تلك الأنشطة بحماس وسرور وشارك فيها مشاركة فعالة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا بداية لأيام الدعوة المشرقة في مستقبل هذا البلد. لن تغيبي يا منارا بلغ الكون مدى، لن تغيبي يا منارا فقد الليل هدى. الله الرحمن الرحيم. فمن خلال هذه المقاطع تدعو المؤسسة كل مسلم ومسلمة في كل بقاع الأرض إلى مد يد العون والإحسان والعطاء لتعيش أمتنا حياة كريمة ولننشر هذا الدين بين العباد بالرحمة، وهي الرسالة التي كان يحملها رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتمثل في قول ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لن يبقى لحين سرمدا، يوم التلاقي سوف ترجون فراق جمعنا للحق باقي. السلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن زرنا هذه القرى الضعفاء الفقراء المساكين، ورأيناهم يعني في أحوال ما الله به عليم. فندعو الله سبحانه وتعالى في من يشارك لهم في هذا الأجر، ويدعمهم من المال ومن الصدقات ومن اللحوم ومن ما يستطيع من ما ينفق عليهم،
وجزاكم الله خيرا. لن تغيبي يا منارا بلغ الكون مدى، لن تغيبي يا منارا فقد الليل هدى، فظلام الليل يفنى واقتمى الصبح بدا، وكسوف الشمس لن يبقى لحين سرمدا، وكسوف الشمس لن يبقى لحين سرمدا. فارقبوا يوم التلاقي سوف ترجون فراقي، جمعنا للحق باقي جمعكم يغدو سدى. إني أعلنت قراري سوف تبقين مناري، وستعلين شعاري للمناري أبدا. لن تغيبي يا منارا بلغ الكون مدى، لن تغيبي يا منارا فقد الليل هدى، لن تغيبي يا منارا بلغ الكون مدى، لن تغيبي يا منارا فقد الليل هدى. فظلام الليل يفنى واقتمى الصبح بدا، وكسوف الشمس لن يبقى لحين سرمدا، فظلام الليل يفنى واقتمى الصبح بدا، وكسوف الشمس لن يبقى لحين سرمدا. فارقبوا يوم التلاقي سوف ترجون فراقي، جمعنا للحق باقي جمعكم يغدو سدى. إني أعلنت قراري سوف تبقين مناري، وستعلين شعاري للمناري أبدا. نحن بفضل الله عز وجل وبتوفيقه قد انتهينا من تنفيذ مشروع الأضاحي في هذا العام، عام 1438 من الهجرة. فنحن على اسم مؤسسة منبر التوحيد بسوكا بومي إندونيسيا نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع. نسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل كل ما بذلتم وما ساهمتم فيه في موازين حسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن في انتظاركم إن شاء الله تعالى، ننتظر مشاركاتكم في العام القادم بإذن الله تعالى في مثل هذا المشروع وغيره من المشاريع الأخرى التي سوف تنفذها مؤسسة منبر التوحيد. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. يهابها العداء، فارقبوا يوم التلاقي سوف ترجون فراقي، جمعنا للحق باقي جمعكم يغدو سدى. إني أعلنت قراري سوف تبقين مناري، وستعلين شعاري للمناري أبدا. فارقبوا يوم التلاقي سوف ترجون فراقي، جمعنا للحق.